بشكر دكتور خيري عبدايم، كان ليا الشرف ان هو امتحان الشفوي في الدور اللي فات. بشكر دكتور احمد انسي طبعا، اتمنى المحاضره تكون مفيده لزمايلي واخواتي اللي بيحضروا المحاضره دي. محاضرتنا بعنوان كلينيكال ريفيجن، متوقعين تسمعوا ايه النهارده؟ It is not about murmurs. انت كطالب ماجستير او طالب دكتوراه، امتحان الكلينيكال بتاعك It is not only murmurs. It is not about a murmur. انت دلوقتي مفروض هتاخد ماستر ديجري او ام دي ديجري، يبقى انت مفروض ان انت هتبقى كونسلتنت، بمعنى ان دور حضرتك خلاص ما بقاش سماعه وهعرف دي حاله مايتري سنوزيس واطلع واكمل بعد كده. لا، مفروض ان انت ككونسلتنت جايه لك الحالات اللي هي ايه الديفرنشال دياجنوزيس، ايه اللي وصلنا، طب ايه اللي خلاك تفكر كده. فالقصه بتاعت بكالوريوس او حتى الفيرست، لا، عايزين نغير الكونسبت دوت. كلينيكال اكزام هو جلوبال ايفالويشن للمريض نفسه. في الحقيقه كمان كلينيكال اكزامينشن از نوت اونلي ا كلينيكال اكزامينشن، يعني اللجنه الامتحان يو ويل بي اسكد في كل كارديولوجي، او خلينا نقول كمان في كل الميديسن، او في كل ما يتعلق بالبيشنت من الاول خالص للاخر خالص، لان المريض جاي لك في عيادتك. فهو لجنه الكلينيكال هي هنشوفك هتعمل ايه مع المريض. تمام، يبقى حضرتك المفروض هتاخد هيستوري من العيان، examination, provisional diagnosis, suggest investigation and treatment. تمام، في النص كده وانت مش واخد بالك بعد الهيستوري الاكزامينر هيوقف حضرتك. ايه البروفيشنال دياجنوز بتاعك هنا؟ قبل ما اسمع العيان، قبل ما اسمع العيان ولا اشوف انت خدت هيستوري من العيان، يبقى قبل ما هتتنقل لخطوه الاكزامينشن هترتب في دماغك افكارك، انت بتفكر في ايه. بعد كده خطوه الاكزامينشن، بعد كده بروفيشنال دياجنوزيس، بعد كده سجست انفستيجيشنز. برضو في اللجنه هتلاقي الدكتور بعد ما يخلص معاك الدسكشن على الاكزامينشن هيطلع لك صور الايكو بتاع المريض، يقول لك ها بقى رايك ايه في الرسم القلب دوت، كومنت على الاكس راي دهيت. يبقى لجنه الكلينيكال از نوت اونلي كلينيكال، يعني في امتحاننا مثلا الاكس راي دي فيها ايه؟ فول كومنت على الاكس راي، والله دي شيست اكس راي، بي اي فيو، سنترلايزد، اديكويت اكس راي اكسبوجر، الكاردياك شادو كان اخباره ايه، الكوستوفرينك انجل اخبارهم ايه، الريبس اخبارها ايه، كل حاجه. لو في لانج اوباستي شكلها ايه والديفرنشال دياجنوز بتاعها، مش المريض لو جالك في العياده هيعمل كده؟ هو داخل لك بفحوصات يا دكتور وطلب مني وانا عملتهم لحضرتك اهو. يبقى القصه ان قال اكس راي هي فيها ايه؟ فيها كارديوميجري. لا، مش فيها كارديوميجري، دي شيست اكس راي عايزين فول كومنت عليها، اي سي جي فول كومنت عليه، ايكو كارديوجرافي بالصور بتاعته. لازم نبقى عارفين ايه اللي لو جالك الصور. حتى يعني الامتحان ما بقاش انا داخل حاسس احط السماعه سمعت كذا بقيت العين كذا، لا، نغير الكونسبت دوت واحنا داخلين لجنه ان شاء الله باذن الله. اول ما حضرتك هتخش على المريض، تعرف نفسك، دكتور فلان الفلاني جاي عشان امتحان كذا، اسم حضرتك ايه، ونبتدي بيرسونال هيستوري عادي جدا. مش هنرجع عيد تاني بقى الداتا بتاع بيرسونال هيستوري، نيم وايج وسكس واوكيبيشن، الكلام ده معروف، وكومبلين وهيستوري اوف بريزنت ايلنس، لازم يبقى فول فيلد. حضرتك هتسمع هيستوري من العيان ان كرونولوجيكال مانر، والله شورنس اوف بريث بدا، شورنس اوف بريثنج بدا من امتى وبيزيد وبيقل وايه اللي بيزوده، لو شيست بين ايه اللي بيزوده وايه اللي بينقصه، بريفد بايه وراح وعمل وبتاع. بعد ما البيشنت يخلص القصه بتاعته خالص، you have to fulfill by ask or no questions بقيت الداتا بتاعت الكاردياك شيت، systemic venous congestion، lower limb edema، gastric fullness، hepatomegaly، pulmonary venous congestion، dyspnea، orthopnea، paroxysmal nocturnal. كل الداتا دي حتى لو مش موجوده هنعلق عليها بالنيجاتيف، يعني انت محاسب عن اللي هتقوله واللي عن اللي ما قلتوش. وفي اللجنه سواء كانت ماستر او ام دي، الاكزامينر قاعد جنبك هو بيسمعك، قلت ايه العيان، سالته عن ايه وما سالتوش عن ايه. ما الدايجنوزس معروف، يعني انت لو سالت المريض وانت عندك ايه، دي في صمام مطراري، هو الدكتور مش من يعني مش الحاله مش مايتر سنوزس.
تمام. باست هيستوري برضو، الباست هيستوري من الناس اللي الحاجات اللي الواحد بيعديها كده. عندك سكر وضغط؟ لا. عندك جات لك حمر سميه قبل كده؟ لا. مش مقضيه الحمر سميه. المريض قال لك لا ما عنديش، جات ليش حمر سميه. طب وبعدين انت كده ككارديولوجيست خلصت؟ يعني انت هتيجي تقول في بروفيجنال دياجنوزيس الكيس والله غالبا روماتيك هارت ديزيز. طب ليه قلت روماتيك؟ عشان العيان قال لي روماتيك فيفر. طب انت اتاكدت ان جاله روماتيك فيفر؟ ما احنا 3 ارباع الحالات اللي بتجي لنا انا عندي حمر سميه على القلب تعمل لها ايكو يطلع نورمال وتطلع ماشيه على لونج اكتيف انسلين بالغلط. فمش هقدر اقول كلامي على بناء على العيان جاله روماتيك فيفر. لا، انت قلت كلمه الروماتيك افكشن، يبقى العيان جاله 2 ميجور كرايتيريا او واحده ميجور واحده ماينر. يعني حضرتك وانت بتاخد كلينيكال هيستوري مع العيان من العيان لازم تستبعد او تنفي وجود روماتيك فيفر بالجونز كرايتيريا. يعني انا في لجنه الدكتوراه بتاع قلت للدكتور عز دكتور امال والله دي غالبا روماتيك عشان مص اندبك، وهي المريضه قالت يعني انت اتاكدت منها انها جات لها؟ سالتها ارثرايتس ومفاصلك ورمت واحمرت ولوس اوف فانكشن، فيفر كان درجه حرارتها كام، عملت رسم قلب وراها في تغيرات كرايتيريا. تمام. دايابيتس، المريض عنده سكر؟ اه. طب من كام سنه وعنده ومشي على ادويه قد ايه؟ طب وكنترول دول؟ لا. واخر هيموجلوبين اي 1 سي عمله كان كام؟ هايبرتنشن، مش هقولها البيشنت هايبرتنسيف واجري، لا، هايبرتنسيف من قد ايه وماشي على ايه وكان كنترول ولا مش كنترول؟ لو مش كنترول ايه الخطوه اللي بعد كده؟ تمام. كذلك فاميلي هيستوري، كذلك دراج هيستوري، بيتنسي ومهم، بيتنسي ومهم. احنا خلصنا بيرسون هيستوري هوب ال 12 نقطه فاميلي هيستوري، نقلب على الاكزامينشن. لا، لازم تبقى داخل الاسكيما في دماغك او الاسطمبه وات ايفر كان ان هون السيستم انت متبعه، لازم يبقى البوينتس انت فولفيلد ومترتبه في دماغك، لان الاسئله هتبقى متتابعه وقت اللجنه هيبقى يعني اقصر من انت هتحاول تفكر تاني. فحاول تفكر في الاجابات اللي انت هتقولها زي ما اتفقنا. هتقول والله بروفيجنال دياجنوز كذا، يبقى انت مسؤول عن ليه قلت كذا. روماتيك هارت ديزيز، ميترال فالف ديزيز، موست ميترال سنوزس، كومبليكيتد بيتري فيبريليشن، وكومبليكيت بامونا هايبرتنشن ورايت سايد هارت فيلير. تيالي ده مختلف كتير عن لما اسال حضرتك ايه البروفيجنال جروس بتاع حضرتك. مايترس نوزس، ما طالب بكالوريوس عارف ان مايترس نوز يعني. ما المريض عارف ان مايترس نوز. لا، حضرتك روماتيك ليه؟ عشان روماتيك فيفر از موست كومن كوز في السن دوت، وعشان سالت عن مسيس روماتيك فيفر، وعشان المريض كان ماشي على لونج اكتيف من سلم. طب كونجيتال، طب ليه كونجيتال؟ والله عشان الايدج اوف اونست بتاعه كان كذا. تمام. انفكتيف اندوكاردايتس، والله عشان فيه هيستوري اوف دراج ادكشن او ان بيشنت امينو كومبرومايز، او برضو ليه كرايتيريا الانفكتيف كرايتيريا. مايترال فيرف ديزيز، مايترال سنوزس، ليه قلت مايترال سنوزس مش مايترال ريجيرش؟ والله عشان السيكونس اوف سيمبتومز كان كده. البيشنت بدا بديسنيا الاول، بعد كده البالبيتيشن جت متاخره، وهو على كلام المريض كان ايريجولر. يبقى انت هترتب دماغك. بالمونر هايبرتنشن من الهيستوري؟ اه. طب ما هو العيان انت قلت مايترس نوزس، طب ايه اللي فسر اللور ليمب ايديما، وايه اللي فسر الهيباتوميجالي، وايه اللي فسر الجاستريك فولنس اللي هو بيشيك، والمريض يقول لك انا عروق في رقبتي بتنفض. فانت من الهيستوري عرفت ان في رايت سايد هارت فيلير. طب ما ايه اللي هيجيب مايترس نوزس رايت سايد هارت فيلير الا لو كومبليكيت بالمونر هايبرتنشن موستلي؟ يبقى باي هيستوري هتقف مع نفسك انت فكرت بايه وتوصل لبروفيجنال دياجنوزيس، وانت محاسب عن كل كلمه قلتها او ما قلتهاش. تمام. وزي ما اتفقنا الدياجنوز حضرتك هتقوله ايتيولوجيكال واناتوميكال وكلينيكال وايه كومبليكيشنز بتاع الحاله. جنرال اكزامينشن عادي، الاسطمبه بتاعتنا بيشنس ارت كونشس وير اورينت تايم بيرسون تايم كوبراتيف افريج مود مثالتي، كلام بيزك بس ما هو لازم تقوله. يعني ما يعني لو ما قلتوش ما يعني في بوينت لوست منك. البادي بيلت بتاع البيشنت، اوفر ويت ولا اندر ويت؟ واحنا داخلين يا جماعه امتحان دكتوراه، يعني دلوقتي مش بس كفايه بادي بيلت، ده لازم حضرتك تقول لي طول العيان كذا ووزنه كذا والبادي ماس اندكس بتاعته كذا.
طب انا ما عنديش ميزان، طب ما عند حضرتك ويست سيركمفرنس نورمال بتاعه لحد 88 سنتي ميلز او 80 سنتي لو احنا بنتكلم على الاوروبيان. فيبقى ده ايتم البيلت بعد ما كان يدوبك كده بايام البكالوريوس او الفيرست البيشنت في افريج بيلت، لا ده دلوقتي بقى كذا جريد 1 اوبيستي عشان كذا. يبقى حضرتك رايح رايح امتحان بجهاز الضغط والسماعه والمازوره وتورش وتانج ديبريسور، صح الكلام؟ ولو الحاله نيورولوجي اكزامينيشن محتاجين هامر وشكرا نانا وقطنه وشكاكه او الديكيوبتس بتاع المريض، اورثوبنك مش اورثوبنك، سكواتنج لو في حاله فرو او خلافه، الفيشز لو البيشنت له سبيسيفيك فيشز الفين فيشز، وانت هتقول مثلا سوبرا فالفرار بارموري ستينوز، طب ليه ما هو الفين فيشز؟ يبقى هتربط الدنيا كلها في بعضها. اكروميجاليك فيشز وانت مثلا طلعت انه عنده فالفرار او هارت فيرير او حاجه. الكومبلكشن بتاع العيان بالور، طبعا دي لجنه يعني ممكن السؤال البالور دوت سؤال بيزك يعني لو استاذ سال حضرتك في البالور وتشوف فين وامتى يظهر في البالور كريز لو قل عن 5 ل 6 وما لقاكش عارف، ماشي انت مذاكر تافي ومذاكر مايتر ريفيرف كليبنج وماشي، بس ده بيزك برضو يعني قصدي اذا غلطت في حاجه ادفانسد قد تقبل، انما اذا غلطت في حاجه بيزك يعني لا تقبل. وغير ان اذا يعني ولو عدها انت هتبقى توترت. ده سالني في البالور وانيميا وانا مش عارف اي، ما هو في الاول في الاخر المريض هيجي لك هتعمل هتشوف البالور دوت والانيميا، يعني عين جاي بيشكي من ديسني، طب ما من ضمن الديفرنشال كونس بتاعه الانيميا، في عيادتك العاديه خالص انت لازم تشوف فيه بالور ولا مفيش، في جونس ولا مفيش، ساينوزس قصه طبعا في الكونجنتال وسنترال ساينوزس وبريفرال ساينوزس والجدول المقارنه بينهم، ده بيظهر في السنترال ليبس والتانجو والكاردياكوزس مش هيتحسن مع الاكسجين واللنج كوزس هيتحسن مع الاكسجين، كل ده نظري. عايزين نخرج المحاضره دي بكونسبت انا داخل لجنه مش داخل احط السماعه مايتريسنوزس خلاص انا عرفت الحاله، نيفر. ثانيا هو اصلا يعني اخر اكزام اخر امتحان ما بقاش الكونسبت فيه هي كيسس روماتيك وخلاص، احنا دخلنا على حالات اسكيميك مايوباثي فول ديسكشن، العين ده هيمشي على ايه ويركب اي سي تي امتى وتعمل له هولتر امتى ولو لقيت ايجكشن فراكشن تحت كام، طب ولو جاله انفاركشن تعمل له فاسكولاريزيشن استنى عليه كام يوم قبل ما تقيم الاي سي دي ولا لا يركب ولا لا. فقصدي تخيل اي حاجه في المنهج بتاعك ممكن هتسير عليه كلينيكال، وفي ناس جالهم لجنه الشورت كيس على فيمورال هيماتوما بوست كيس، دي الحاله دي الحاله. طب والاسئله عليها ما انت عندك كل كومبليكيشن في كوروني انجيوجرافي وبي سي اي، مش دي حاله وارده ممكن تجي لك في العياده يا دكتور طلع لي ورم مكان القسطره. فكونسبت حط السماعه هسمع فالف هشخصه، لا امتحان اللي حضرتك داخل عليه اكبر من كده بكتير. فايتال داتا بلاد بريشر وهارت ريت وتمبريتشر وريسبيراتوري ريت هنشوفهم السنه الجايه. طيب طلع العين اكروميجاليك ولا حاجه، هل في مانع ان الدكتور يسال حضرتك بقى في تفصيل اكروميجالي شويه كلمتين كده، انت ليه قلت اكروميجاليك فيشز، ليه قلت لوباس فيشز، ليه قلت ساركويد، ليه قلت ميكس دي، ليه يعني ما انت دارس الحاجات دي في سنه خمسه، انت مش داخل امتحان بسماعه فقط. عشان الناس للاسف بيدخلوا ويقولوا ده احنا اتسالنا في ده وده كان بطن، هو احنا المفروض نعرف المفروض تعرف اكروميجاليك طالما حاجه ليها علاقه بالكاردياك ديزيز، يعني مش هنسالك اندبس يعني ما انت في يعني لو شخصت حاله هتحولها اندوكرينولوجي في الاخر، بس على الاقل الحاجات الريليتد ليك تبقى عارف المانيفستيشنز بتاعتها ايه. يعني العيان المصري مش هتقول له روح بعت عند الكرونج هيجي وده يبعته للكارديولوجي، وده هو لو راح لدكتور واحد هيتابع معاه وخلاص، فانت على الاقل هتعرف تدايركت.
اوكي. نرجع تاني لموضوع الفايتال داتا بلاد بريشر. في ناس سقطوا بسبب بلاد بريشر. يعني دكتور احمد رحمن في كارديو ايجيبت اللي فات كان في محاضره هاو تو ميجر بلاد بريشر، وانت قاعد كده مع المريض دكتور الاكزامينر هو قاعد جنبك، انت متخيل ان هو ماسك الموبايل وبيشوف حاجه فيه؟ لا لا، هو شايفك كويس جدا، يعني هو شايف ان انت حطيت الكف فين، والمقاس الكف كان 80% حوالين الارم سيركمفرنس و3 سنتي، وحسيت الارتري قبل ما تبتدي تسمعه، عملت بالباتري ميثود، سالت العيان هل كنت جاي من مسافه جري، مش المفروض البيشنت يبقى ريستنج قبل ما تقيس البلد بريشر وما يبقاش فيه تدخين في اخر نص ساعه؟ طب ما هو الطبيعي في المكان كده. ايوه، ما انت تعرف الاكزامينر المفروض يبقى كده، يعني انا هقيس بلد بريشر، المفروض البيشنت يبقى كالم، مفيش سموكينج في اخر نص ساعه، هقيس كذا، هحط الكاف هنا، تبقى مش الكلام ده انت عارفه وهتنقص عليه درجات. صحيح هو في تشيك مارك ليست للبلد بريشر، بس انت لو الاكزامينر قال لك طب بس انت ما عملتش كذا، يعني انا غلطت في البلد بريشر، طب ما خاف يا كان اعظم بقى، فانت تهزيت. شوف على الحاجات فيري بيزك، بقيت اللجنه انت بقيت متوتر بقى. طيب است 120 80، طب ما انت لازم تكرر تاني، مش انت عارف ان هناخد قرايتين، ولو اتر فيبريشن هناخد افريج من كذا قرايه، تمام؟ الكلام ده احنا كلنا عارفينه، بس مين هيطبقه؟ بايلاترال. بايلاترال، ما هو مكتوب ان في الفيرست فيزيت يو شود ميجر بلاد بريشر بايلاترال. طب ووقت اللجنه هيسمح؟ لا مش هيسمح، بس انت هتقول للاكزامينر والله انا بعد ما قست هنا مرتين هقيس الناحيه الثانيه. قال لك خلاص ماشي، خلاص مش ما خسرتش حاجه. ستاندنج بلاد بريشر، لو البيشنت بيجي له سنكوب او انت شاك في بوست هايبوتنشن، طب قوم ويقف دقيقه وتاخد قرايه وكمل ثلاث دقايق وتاخد قرايه. حتى لو وقت اللجنه ما سمحش، انت هتقول انا هعمل كذا، وقت اللجنه هيسمح او مش هيسمح دي الاكزامنر هيقول لك عليه. بس ما ينفعش ان الدكتور يقول لك ميجر بلاد بريشر 120 80 بس كده، بس كده. طب فرقت ايه عن طالب البكالوريوس يعني؟ فرقت ايه عن فرقت ايه عن جهاز ديجيتال يعني؟ ما جهاز ديجيتال هيقول لك برضه 120 80. وفي بلاد بريشر من لور ليمب؟ في بلاد بريشر من لور ليمب، بستفيد منه في ايه؟ في حالات كتيره يعني، كواركيتيشن، اورتيك ريجريشن، لو سيفير اكتر من 20 فرق بينه وبين الابر ليمب، او اكتر من 60 يبقى سيفير اورتيك ريجريشن. لو انديكيشنز ممكن اقول للدكتور وانا في اللجنه، وممكن اقيسه كمان من رور ليم لو انا شاكك في كذا او كذا. يعني انت من الهيستوري بتاع العيان قلت والله البيشنت ده غالبا اورتيك ريجريشن، ماشي؟ يبقى الدكتور منتظر منك وانت بتقيس الضغط تقول له والله ممكن اقيس الكومبليتير بلاد بريشر. انت قلت في البروفيجنال دياجنوز والله الحاله دي غالبا كواركيتيشن، يبقى منتظر منك الدكتور انت تقيس بلاد بريشر في اللور ليمب. انا ما قلتش كلام جديد، والمحاضره مش هيبقى فيها كلام جديد، هي بس احنا داخلين امتحان عايزين نجمع درجات ومعلومات حضرتك وحضرتك اكتر مني، هي كل القصه عايزين نوظف المعلومات دي. كل ما هنقول كلمه زياده هناخد درجه زياده، تمام؟ طيب اكزامن البالس 75 نبضه في الدقيقه، بس كده ده اكزامن البالس؟ لا، ريت، ريذم، فوليوم، سبيشال كاركتر، ودي قصه. بالفاس بارفاس وتاردس وبسفيريانز ووايت بالس بريشر وبالسس بارادوكسس، يعني قصدي ما ده كله نظري. هو هيجي لي يعني حاله كونستركتيف بيريكاردايتس في الامتحان؟ لا مش هيجي لك حاله كونستركتيف بيريكاردايتس في الامتحان، ممكن تجي لك بس قصدي مش هيجي لك تمونات يعني، بس انت لازم تبقى عارف يعني ايه بالسس بارادوكسس. وارد تسال فيها، وارد تسال فيها، وعيب لما مش هتعرف، ولجنتك ممكن تقف على كده، ولو حتى كملت ممكن يبقى الاكزامينر خلاص هو امبريشن عنك ان يعني يو ويل نوت باس.
في الجان ماشيه بالتشيك ليست، لو فقدت دي خلاص فقدت هذا الرو. في الجان ماشيه اوفرول ده ناجح، اوفرول ده ناجح، ده ساقط صح. كونديشن فيسل وول بريفرال بالسيشنز برضو اكوردنج للكيس بتاعتك، راديو فيمورال ديلي، وايت بالس بريشر، العيان اسكيميك هارت ديزيز، يعني انت لازم تمسك كل البالسيشنز من اول كاروتيد وناحيتين، تسمع كروت بيروي فيمورال بوبليتيا تنزل لتحت، ولو حاجه ابسنت الدورسال سبيس طب البالسيشنز وصل لحد فين، مش ده اكزامينيشن المريض. ما قلناش كلمه جديده، هي كلها كلام احنا عارفينه كلنا صح. طيب ماشي، خلصنا فايتال داتا وخلصنا الكالرز الثلاثه بتوعنا البالور وجونز وفاميلوز. طيب ابتدي نفحص، نمسك السماعه نحط السماعه على القلب؟ لا برضو هنبتدي هيد اند نيك اكزامينيشن، جست اكزامينيشن، كارديك اكزامينيشن، ابدومين اكزامينيشن، نيورولوجي اكزامينيشن، ولو سجستيف لينف نودز. طب ما كل ده كل دي ايتمز، يعني اكزامينيشن المريض مش هسمع مش سماعه وهحط سماعه وخلاص، لا والله الهيد اند نيك هشوف عينه وجفنه وجوندس والبارورس، لو في سبيسيك فيش احنا قلنا عليها. النيك اكزامينيشن كاروتيد جي في بي، ثايرويد، ليمف نودز، سكارز، ممكن اللجنه يبقى كلها على موضوع الجي في بي مثلا. صحيح، هسمع كاروتيد اول لو في كاروت بيرويلا والبيشنت سكيميك او انت شاكك في اثروسكلوزس، ما ده جزء من كلينيكال اكزامينيشن بتاعك. فولنس لو في ميرمر راديشن فين، انا لسه ما حطيتش سماعه على القلب، ما قربتش البريكورديوم لسه، العين كل ده لسه كاشف، لسه لابس القميص بتاعه او لا. جي في بي يعني لو غلطت في قياس الجي في بي يعني هتبقى انت هتبقى يعني اتلجلجت في الاول على حاجه سهله، يعني 45 درجة والعيان يميل وشه وتبص عليه في بالتورش اللي معاك وتتابع الويفز وتعمل كورليشن مع الايبكس لو عشان تشوف الاي ويف والفي ويف، ولو البيشنت عنده ويفز معينة لارج اي ويف او لارج في ويف تبقى انت عارف اسبابها. الكلام ده ما قلناش كلام مش كلام عملاق يعني. والله حضرتك انا شايف ان كونجستد بلسيت النيك فينز واصله 10 سنتيمتر اباف الاسترنال انجل، سجستف ان السنترال بلاد بريشر بتاعه كذا with prominent V wave. طب ال V wave prominent سجستف ايه؟ والله البيشنت داون تراكاستر ريجستريشن، لا عنده absent A wave عشان A عشان F، لا عنده giant A wave ليه عنده؟ عشان عنده تراكاستر فالف ديز، تراكاستر سنوز، عنده بالمونري هايبرتنشن، عنده كانن ويفز لو جنكشن ريزم او هارت بلوك تمام، عنده اكزاجيريتد الواي ويف، يبقى بيريكارد ديزيز. كلام نظري بيور، ممكن تسال عليه ممكن تسال عليه ايه المشكله، ما انت داخل فحصت عيان لازم هتبص على رقبته نيك فينز. طب وانت لو لقيت كذا تفكر في ايه؟ الامتحان مش سماعه، الامتحان مش سماعه، سواء ماستر سواء دكتوراه، الامتحان مش سماعة. كلام يعني ابسط من ان احنا نقراه، نوربالي جي بي 5 سنتي هايت من سترنال مانوبر انجل فوق الرايت اتريوم ونقيس الفيرس، يعني كلام احنا كلنا عارفينه، بس هل هنعرف نفتكر نقوله؟ ولا اكزامينيشن همسك السماعة واسمع القلب ومايتريس نوزس؟ طيب خلصنا هيدا النيك، خلصنا النيك اكزامينيشن، هتسال الدكتور طيب بروسيد للسيستميك كارد اكزامينيشن ولا اكمل تشيست اكزامينيشن وابدومين؟ والله طلب منك ابدومين خلاص هنعمل الانسبكشن وبالبيشن وبركشن واسكالتيشن والانسبكشن، هبص على السب كوستال انجل والدايفركشن فريكتاي والهيرنيروفيسيز ولو في ماسز ولو في سكارز، قصة الابدومينال شيت وبالبيشن ليفر وكيدني وسبرين والفرق بين السبرين والكيدني والبالوتمنت
الكلام ده ممكن يتقال فيه وانا في لجنه كارديولوجي. اه ممكن يتقال فيه. ايه المشكله يعني؟ يعني انا مش داخل امتحان كارديولوجي بس انت داخل على مريض. لو عنده هيباتوميجالي مفروض حضرتك تدي فول كومنت على ليفر. ليفر انراجت كذا سنتيمتر بلو الكوستال مارجن وتقيس الابر بوردر بتاعه بالهيفي بيركشن وتقول والله ليفر سبان كله قد كذا. صح الكلام؟ والكونسيستنسي بتاعته كذا والبوردرز بتاعته كذا وداستر جيسون نيسيروزس ده العيان انت قايل في الهيستوري ان هو كان عنده رايت سايدر فير. اه يبقى ده لونج ستاند. يبقى انت الليفر اللي احنا حسيناه ان هو ممكن يتعمل عليه ديسكشن. ونرجع تاني من الديسكشن بتاعت الليفر للقلب. اه ممكن طبعا. تمام. تشيست اكزامينيشن كذلك. والله انت قلت والله ان العيان دوت رايت سايد هارت فيلر وعند جنرالايز انسارك. يبقى احنا قلت لي في برو افيوجن يبقى في ديكريز اير انتري على الناحيه دي ورايزنج الاكزيلا وضا وستوني دونس انتركشن. الكلام ده لازم تبقى عارف. It is not murmurs. اللجنه is not murmurs. طيب لا يا ابني خلاص هنبروسيد للايه لوكال كارديك اكزامينيشن. ماشي برضه طلع السماعه واسمع. لا هو في ايتم في الاول اسمه انسبكشن. حضرتك لازم تقف على يمين العيان وتميل كده وتبقى تانجنشال مع مع العيان وتقف عند رجل العيان مره وتشوف السيمتري من الناحيه الثانيه دي بالناحيه الثانيه. هل في اي بيريكورديال بولج؟ هل في البيشنت ديسنك مش قادر ينام؟ هل في فيزبل امبلس على الشيست وول؟ هل في دايليتد فينز واتجاهها بتملى منين؟ مش الكلام دوت كارديك اكزامينشن عادي. انا قبل ما اسمع العيان بعد كده الانسبكشن هكمل بالبالبيشن. عندنا كام منطقه تو بي بالبيتد؟ اورتيك اريا، بالمونري، رايت باراسترنال، الايبكس والساب كوستال انجل. صح الكلام؟ يعني لو الدكتور ما شافش حضرتك بتحط ايدك على الاورتيك اريا والبالمونري اريا وتشوف هنا في بالبابول اس 2 وهنا بالبابول بالمونري كومبوننت